ولذلك من الكلمات الجميلة التي ذكرها المفسرون عن ابن عباس رضي الله عنه وذكر ابن كثير في تفسيره على سبيل المثال أنه كان يقول القرآن يفسره الزمن، وهذا معنى جديد قد يكون على طلبة العلوم الشرعية. القرآن يفسره الزمن، هو هل هذا معنى، هل معنى هذا أن هناك معاني في القرآن لا يعرفها السالفون؟ لا، ليس الأمر كذلك، ولكن العلم ليس هو معلومات توضع في الذاكرة فقط، ليس معرفة فحسب، هذه المعرفة لها امتدادات ولها طرفيات مرتبطة بالواقع، مرتبطة بالمعايشة. حتى يروى على سبيل المثال أن أحد الفقهاء لما جاء إلى مكة وهو يدرس طلابه العبادات والحج وغير ذلك، فلما جاء إلى مكة يقول هم أن يطوف ويجعل الكعبة عن يمينه لأنه أول مرة يطوف. فلا شك أن التجربة مهمة جدا، ونحن نعرف قصة موسى وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إني قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. الحديث عن المشقة، عن المعاناة، لا يتم إلا بممارسة الواقع وإدراكه.